كابتن محمد اجل حضرتك طبعا قائد الفرقه وموسم صعب وفي الاصل كان تحدي، يعني نقلت حضرتك من الرجال للسيدات وانا اشرت ده في الانترو، كان تحدي وكان يعني صعب لما كابتن خالد العوضي عرض عليك وان انت تنقل النقله دي ساعات بيتدمر فيها مدربين واجهزه. خليني اقول لحضرتك بكل امانه، كلمني عن الموسم وهل توقعت النجاح ده في الموسم وهل توقعت اللمعان للفرقه دي في الموسم؟ في الاول بس استاذن حضرتك، انا بقدم التحيه لكل اعضاء الجهاز. طبعا النهارده كل الناس ما ينفعش يجوا عشان ممكن كان في ظروف، كل الناس قامت بدورها على احسن ما يكون، وده اللي وصلنا الحمد لله للنتيجه اللي احنا وصلنا لها. برضو بتمنى الشفاء العاجل لامين عاطف، عمليه الرباط الصليبي اول امبارح، وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه في اسرع وقت. بقدم التحيه لكل اعضاء الفريق، زي ما حضرتك بتقول الموضوع كان صعب فعلا من نقل من تدريب الولاد لتدريب البنات، لكن الفريق بتاعي هو اللي سهل عليا الماموريه. هم حسوا فعلا ان انا عندي مشكله في الاول خالص كان الموسم اللي فات. يعني انت اتعلمتوا من بعض؟ هم اللي ساعدوني اكتر ان انا اتاقلم معاهم. حلو جدا يا كابتن. يعني هم اتعاملوا معايا في الاول خالص، يعني كانوا مخطوفين مني كده شويه، بعدين ابتدوا هم يسهلوا عليا الماموريه. انا ابتديت اتعامل معاهم زي الولاد بالظبط، كنت عنيف جدا معاهم وشديد شويه في المعامله، لكن هم استحملوني قدرنا نتجاوز الكلام ده. السنه دي الدنيا بقت احسن شويه، بقى في التواصل بقى افضل شويه. طبيعي. الحمد لله السنه دي احنا ربنا كرمنا الموسم كله بدون اي هزيمه محليه خالص. احنا الحمد لله كمان كسبنا بطوله القاهره، بس يمكن ما خدتش الشكل العام بتاعها. النادي الاهلي بيفرح بالدوري. دوري وكاس طبعا. احنا خدنا يعني برضو دايما النادي الاهلي ما يدورش على اي بطوله مثلا يقول لك لا، او يدور على لا، احنا دوري وكاس وده طبعًا. هدفنا دايما والاول دايما في اي حاجه. احنا القصه كلها ان كان بطوله منطقه القاهره كان دخل فيها السبورتنج، كانوا طالبين الاحتكاك. لا دي جديده دي. كانوا هم طالبين الاحتكاك وخدوا موافقه الانديه في منطقه القاهره يوم 6 اكتوبر، احنا قلنا مفيش مشكله، دي استفاده لينا يعني. الله ينور عليك. طبعا كان معانا الشمس طبعا من انديه المقدمه طبعًا. في السيدات، فكانت بطوله قويه برضو. نعم. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبناها. احنا السنه دي لعبنا حوالي 30 مباراه محليه تقريبا او 32 مباراه محليه داخل فيهم القاهره. نعم. الحمد لله كسبنا كل المباريات بفضل ربنا، خدنا احسن نجوم، اخذنا احسن دفاع، وده طبعا نتيجه شغل ومجهود بيتبذل طول السنه. نجحنا بامتياز في على المستوى المحلي. على المستوى الافريقي الحقيقه احنا ما زلنا بنحاول نقرب لفرق انجولا. هم قربنا جدا. احنا النادي الاهلي كان بيشترك على فترات، ومن هنا برضو انا بشكر مجلس الاداره واداره النشاط الرياضي ان هم سمحوا لنا ان احنا نلعب 3 بطولات افريقيه متتاليه، ودي لاول مره تحصل من فتره طويله جدا. كان في تصميم من مجلس الاداره واداره النشاط ان الفرقه دي تقدر تروح لحاجه كويسه في افريقيا، والحقيقه هم افريقيا في الفترات اللي فاتت دي كانوا احسن مركز، حققوا تقريبا السادس او السابع. صحيح. احنا الثلاث بطولات الاخرانيه دي دخلنا مربع، خدنا في بطولتين مركز ثالث وميداليه برونزيه، والبطوله الاخرانيه دي كنا قريبين جدا ان احنا نلعب فاينل. نعم. واول مره نلعب سوبر افريقي، دي حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي. برضو كنا قريبين جدا نلعب السوبر، لكن شويه خبرات. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا فرقتنا متوسط اعمارها 23 سنه 24 سنه. حضرتك باني فرقه لست سبع سنين قدام. القوام الرئيسي بتاع الفريق فيه 3 لعيبه او 4 لعيبه مواليد 2004 موجودين معانا باستمرار، سواء في الماتشات المحليه او الافريقيه. البيت الفريق 2002 و2000 معانا عنصرين خبره فقط. فدي حاجه كويسه جدا، وان شاء الله انا متاكد النادي الاهلي هياخد بطولة افريقيا قريب جدا باذن الله. ان شاء الله الجيل ده، وان شاء الله ربنا يحقق حلمكم، لان كل اللاعبات الحقيقه ده بيتعبوا الحقيقه. صحيح.